إنه سر موضوع الوجود العوني بالنيوز روم بالال بي سي انا ما هي اول مره بقولها بس مم. انه اكيد تموضع السياسي الجديد للال بي سي ما بيناسبني لالي اهلا بكم مشاهدي هنا لبنان بحلقه جديده من برنامج بتفل اليوم الحلقه مميزه لانه ضيفي على قد ما هو مهضوم على قد ما هو جريء باختصار الاعلامي هشام حداد هو ضيفي اليوم، اهلا وسهلا فيك ربيع حبيبي اهلا وسهلا فيك حبيبي أه القلب قلت لي بتحب البرنامج حسب بحب البرنامج اكيد بس <applause> انا قلت لك شو بعمل اذا بفل من اول سؤال؟ أه هي هيك الكونسبت يعني ان شاء الله ما تفل من اول سؤال لا ما راح تفل ما, ما تفل اساسا لا. بس بدنا نشوف حسب هلأ انا من الناس اللي ما عندهم حرج يردوا على شيء ما عندي شيء بيحرجني ما هو هيك بس نشوف. نشوف حسب شو حضرت معقول في الشخص ممكن سؤال ما يرد عليه بشكل عام ايه في اسئله في شيء بالشخصي؟ ممكن هلا <applause> بنشوف يلا خليهم سربرايز آه بس بالبدايه اول شيء مبروك النقلي على الام تي في ميرسي كلك ذوق حبيبي آه اخر شيء هي حالة الدنيا مثل ما بيقولوا انتقال مهني الحمد لله مبسوط ومهنيا روعه ومضمونا عم عم انا انا برايي عم نعمل حلقات كثير حلوه اخر حلقه كثير حلوه ايه. آه كثير عم بعدنا على مستوانا عم حافظه مستوانا عم تحكي عن تسعه عشر انا صار لي 14 سنه على التلفزيون انك تحافظ على حلقه اسبوعيه كل مره على مستوى المطلوب ما انه شيء هين شيء كثير صعب والحمد لله عم نقدر نعمله بعد لليوم نحن وفريق العمل كله الموجودين انا مدمن على ثلاثه تسعة الله يخلينا اياك ونحن مدمنين على تقاريرك ومدمنين على برامجك <applause> وانا اكثر شيء مدمن بس تنزل على مجلس النواب <applause> يلا واكثر شيء بس تحكي مع لانه انت بعتقد طريقتك كمراسل اليوم من اميز المحل اميز وانا قلت لك اياها قبل وبقول لك اياها مره ثانيه تسلم خلينا نشوف التابلو خالد طبعا بما انك حاضر البرنامج عندك فكره بس خلينا نذكر الناس من واحد ل 20 بشكل عشوائي بنختار رقم والسؤال اللي ما, ما بنجاوب عليه بتكون اعلنت انتهاء الحلقه رقم 12 معش لانه تاريخ ميلادي تاريخ ميلادي هل تخطئ ال ال بي سي باستراتيجياتها السياسيه الجديده؟ لا لا انت <applause> عليك لا انت لحظه شوي عن هلا هو هيدا هلا انا نقيت 12 طلع لي هذا السؤال ولا انتم حاطين اول سؤال لو أو شو ما سالت ما ما فينا هيك اصلا ما بتزبط ما بتزبط كيف بدي احط لك 12 سؤال 20 إيه. سؤال هيك <applause> هل تخطئ ال بي سي السياسيه الجديده؟ يقال انه العونيه السياسيه دخلت عليها بشكل مش سر. كبير او الباسيلية خلينا نقول منه شويه جنبلاطيه شو منه سر؟ منه سر موضوع الوجود العوني بنيوز روم بال بي سي لارا مش اسم مخبى منا اسم يعمل وراء وراء الكواليس اسم يعمل في العنن هي مديره الاخبار ولارا زلعوم معروفه انها عونيه ومعروفه انها اخته لمنصور فاضل ومعروف شو منصور فاضل بقلب التيار اليوم منصور منه شخص هيك بالتيار هو احد الفريق العمل المقرب لجبران باسيل ما سر ندى اندراوس ميول ندى وتاثيرها بغرفه الاخبار وايضا العلاقه اذا بدك مع حزب الله المميزه اللي بتصيغها ندى اندراوس مشان هيك نعيم قاسم قبل الانتخابات بيطلع مع وعجل. بيطلع مع ال بي سي ما بيطلع مع حدا تاني يعني الكلمه الاخيره لحزب الله تقال على ال بي سي اي وجبران باسيل الكلمه الاخيره لجبران باسيل يقال تقال على ال بي سي LBCI وم ومش سر انه احد الثلاث اسماء اللي اللي طرحهم جبران لرئاسه الجمهوريه كمرشح وسطي هن جهاد ازعور وزياد اسود وبيير الظاهر انا هو كلهم منن سر هذا احد الاسباب اللي خلاك تفل؟ واحد الاسباب ايه اكيد ما بدها كثير يعني انا ما هي اول مره بقولها بس انه اكيد تموضع السياسي الجديد للال بي سي ما بيناسبني لالي يعني انا ما فت في... انا انا لو بدي ضل دل... يعني انا لو بدي ضل بهذا التموضع السياسي كنت ضل بالاو تي في اللي هي المحطه مم. العونيه الاساسيه، فاو تي في من علي اكسبريس ماني مضطر ضل فيها. كان في اخر فتره قول من القيمة ما كان في شيء انه ما بقى لا. تجيب سيره جبران خفف ابدا ولا مره قالوا لي ما تجيب سيره حدا ايه ولا مم. مره هيدي للامانه ولا مره قالوا لي بس انت يو كان فيل سمثينج فيك تشعر بشيء فيك تشعر هلا ب... 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 انا أصدقائي يعني بنقعد نحكي فيك تشعر بالتحليل السياسي انه بم... بمحل معين هن من بعاد عن التيار الوطني الحر يعني بتموضع وبعتقد وصولا يمكن يعني كان يمكن هدف هيدا التموضع السياسي الوصول لترشيح بيير الظاهر لرئيس الجمهوريه نعم. وهذا الشيء منه مش انا عملته يعني فتخطئ ولا تخطئ هذا بترجع له بالنسبه لي لو وضعي انا هيدا خطا يعني مش هيك طيب ما نسبني فلان جواب بدنا جواب لنكفي بالنسبة, بالنسبة لإلي تخطئ، بالنسبة مم. لإلي يمكن هني تنجح يمكن هذا هيدا أنا هيدا هيدا. بهمني بالنسبة لإلي يعني هن حولوا ال بي سي حولوا ال بي سي من لبشير لبشير كوربوريشن صارت لباسيل كوربوريشن هذا حقهم اف كفي لا بطل في كفي خلينا ننتقل لرقم جديد رقم جديد رقم جديد صرت تحزر مبين لا مش احزر بس بدي 19 19 مرتي عيد ميلاد مرتي اه عال هلا كان عيد ميلاد كارل بعد شوي كارل 18 وراء في الصحافه الاستقصائيه من يعبي بين المزدوجين راس هشام حداد اكثر في راس حطوم او رياض قبيسي هذا آه سؤال فخ سئيل <applause> <applause> اثنيناتهم اصحابنا <applause> اثنيناتهم اصدقائنا اثنيناتهم بنحبهم بس نحن عم نحكي من الناحيه المهنيه وانا كانت فكره كان يعني في كان بصفي على على مستوى المضمون <applause> على مستوى المضمون فراس مضمونه مشبوك اكثر يعني محبوك بطريقه بس هون لازم نقي سؤال واحد شخص واحد آه على مستوى الاداء رياض رياض اداؤه بالاداء كاداؤه كشو زلمه كتير قوي وفراس كمان كثير قوي أعطيته باسين هلا بدي الباس الاخير عم بتزعل بدك زعلني ما حدا حيزعل مني يعني بس انه فراس بيعبي لي راسي اكثر طيب ما اتخانقت معه فراس قبل ما فلت؟ ان شاء الله ما بحياتي بتخانق معه فراس لانه وهلا بدي اوجه له كلمه يمكن عتبان علي هو بوجه له كلمه عن طريق البرنامج هون اليوم انت مبلش فيها على... هيدي وحياه الله يعني وزن الثقيل دغري مع انه في اسئله فراس بلعت عتبان علي بس بتمنى ما يزعل مني ولو قلت له بدي أروح على الام تي في كان بده يعمل اي مش... اي شكل لما يروح لما اروح على الام تي في يعني كان بده يعمل اي شيء لما اروح ف وما كنت بدي اصطدم معه بهالطريقه و... يعني في حطوم عرف انه انت رايح على في مثله مثلنا يعني قبل بشوي فاجأته يعني اضطريت لانه اضطريت لاقدر انا اضبط بال لاقدر انا اعمل شغلتي لاعمل شغلتي انا بطريقه مثل اذا بدك يعني حتى لك اياها فكان حيعمل مستحيل لما يقبل وانه انا ضل بالال بي سي يعني نعني آه. ما كنت حيتنا ضل بالال بي سي لانه لعده اسباب اول شيء انه البرنامج هو ذاته ما كان في ضل بالال بي سي لانه بلش يموت وارجع اعمل برنامج جديد بنفس الفريق كان عملت لهون وبس لاني ضليت على البي سي آه. اليوم شوف البدايه بدايه فريش بدايه جديده مع انه نفس الفريق آه عم طلع اقوى ضيوف الضيوف ما بقى عم بيطلعوا معي كانوا بقى بالبرنامج الجديد يعني اذا دقيت لعماد يعني الدين اديب بالموسم التاسع بلا هون ما حيطلع بينما آه. الموسم الاول من كثير هالقد بيطلع فهمت المنطق طيب ليش فراس ما راح على الام تي في؟ لانه ما لانه نعم. هني ما بدهم منتج بالام بي سي تي في ما بدهم حدا يعني. ينتج، فاذا بدك خليني اقول لفراس انه انا عملتها بكسم خطيفه ويوجد البنت بتزعل بيا بس تعمل خطيفه بس بعد سنه وسنتين بيتصالحوا، فنحن ساعه اللي انا ماني ابدا بالعكس انا متابعه وحتى العمل الجديد اللي اللي عم بيقوم بانتاجه ما عندي تحكي معه بحكي معه ايه ايه طيب خلينا ننتقل لرقم جديد ما تحرق ال <applause> 18 <تصفيق> ما تحرق الأسئلة 18 18 بين قناة الآن الإماراتية وبين منصة اس بي اي، أي تجربة كانت أنجح لهشام حداد؟ الآن أكيد اس بي اي ما كانت ناجحة لا ناجحة بس أنت بتقول تقول من أنجح، من أنجح، ما كانت ناجحين بس آي. آي. الآن أنجح اليوم آي. والآن ولما أقول الآن عم بحكي عن المزح نصه جد يعني آي. البرنامج الثاني اللي عملته على قناة الآن آي. لأنه ليك في أرقام على يوتيوب وعلى على على السوشيال ميديا يعني ما قرب عليها اس بي اي يعني انا عندي ملايين على الان في ترندات كمان يعني عندي عندي, ملاي... عندي مليونز المعطل. على الان المزح نص جد عندي محط شقف جابت ملايين يعني اليوم بعده على تيك توك بس يحطوا لي شيء لي 7 مليون و8 مليون و10 مليون مم. على القناه الان على اس بي اي كانت جدا تجربه محليه ما فيك تقارنون يعني مم. تجربه محليه هي الشو انا برايي هي الشو عمل خرق كثير كبير اونلاين وهن كانوا كثير مبسوطين منه بس خرق الاونلاين لبنانيا مش بدي أعمل اكثر من 150 200 الف حضور ماكسيموم لبنانيا مم. عم تحكي وبيور سياسي مم. فاكيد لا الان كانت انجح مم. مم. أه بعدك فيها للمحطه؟ طبعا بعدني فيها وعندي هلا أه مزح نص جاد موسم رمضاني 30 آه. حلقه اها طيب خلينا ننتقل لرقم جديد أه هلا هلا عيد ميلاد مين؟ 12 اه 12 ابني مثلي 12/12 آه. 2013 أه لكان 13 لما 2013 مواليد مواليد آه. 13 اي برنامج افضل فشّة خلق ام تعا اللي بيزعل اول شيء نقي لي وبعدين بنناقش لا اذا مش ناوي ترد هو <applause> تكذب عليك وحياه الله بس خبره خبريه تعا له بيزعل حضرت السكتشين ما بيأثر محضرته. ما حضرته ما انا مشكلتي ما بحضر تلفزيون فشت خلق ما حضرته بحياتي اخذ ضجه عدة محلات يعني بالضجه اللي, اللي اخذها ما بتشجعني الا لو. ما تكون تعرف. دجل الدجل هي. اللي اخذها ما بتشجعني احضر يعني بتنقي تاع له بيزعل مع انه مع انه مع انه كمان ما بدي اجي اقول انا انه يعني انه اول شيء داليا عم تعمل شيء مش شغله مش شغلتها يعني آه. عم تعمل برنامج انتقادي كوميدي وهي وهي اعلاميه سياسيه جديه مفروض. بس منا سيئه مثل ما عم بيقولوا آه. يعني حضورها منيح عم يعني حضورها لذيذ حضورها لذيذ ما بعلق على على حضورها طيب. بعلق على البرنامج يعني بعلق على البرنامج ليش لانه بعد يعني حصر ما عم شوف انه عم تحكي عن اشياء ما لنا جديد يعني ابو رياض مش جديد آه سوري ابو طلال مش جديد آه شخصيات جوانا مش جديد يعني اشياء من شايفة من قبل تعالوا بيزعل هو شيء جديد بس كمان تعالوا له بيزعل يعني خليني اقول صراحه ما حيقدر يطول كثير اذا بيتكل بس على كاركتر شيعي يعني بس انه كاركتر الشيعي هيدا بدنا نحارب فيه هيدا طب هيدا طب اول حلقه عم تجتني حلقه مرور الكرام ثالث حلقه حتكون مرور الكلام اذا بصراحة. ما بيعملوا هل... شيء نحن جديد نحينا. اذا آ... ما بيعملوا شيء جديد كمان لا. ما حيقدروا يضاينوا بصراحه هل في راس حطوم وحسين قوق ومحمد الدايخ ظلموا حالهم بهذا البرنامج مين اللي شفته لا كلمه كبيره ظلموا حالهم شو بين لحد هلا لا يظلموا حالهم هل قد يعني انه ظلموا اذا بقول ظلموا حالهم كلمه كبيره انا ما بعطي رأي عم يعني بسال انا عم بقول لك انه انه بخ... بخاف على البرنامج اذا ضل نفس الكاركتير بس اذا بس اتكل على الكاركتير الشيعي ما بيقدر يعمل مواسم ناجح ليك البرنامج الناجح مش انه برنامج عمل حلقتين ناجحين يعني لما أقول لك اسال شيء برنامج خلد بذاكرة الناس هي اسال شيء برنامج عاش 10 سنين لليوم بعدك تحضره نفس الشيء لهون وبس لهون وبس بعدك تحضر مقطع مثلا بيقولوا لي مثلا بيمرق على الطريق هلك لما بحضر رملاء نكد أعمله من شيء سنتين انا مصر. عم, عم تفهم شو القصد أيه. أيه. آه هول البرامج اللي بتقالها بس انه برنامج آه بده يعيش كل حياته على الكاركتير الشيعي بس كاركتير واحد مناطقي واحد وافكار شوي الى بس تلعب ببوكس وحده ما حيضاين كرمال عشان هيك انت وسعت برنامج بس ظلموا حالهم كلمه كبيره يعني اه ظلموا حالهم طيب. يمكن يمكن يعملوا مجهود ما بعرف شو مخبي لنا طيب شو ظلموا حالهم؟ سؤال ثاني هل كنت بتوقع منهم يبهروك اكثر؟ ايه ولا لا؟ انت ليش عم بتحملهم للشباب اكثر أنا يعني هالقد؟ عم بقول لك انا شو عم يحكوا الناس هلا في ناس حبتهم انتبه طيب. ايه لا لا, لا وانا حبهم في ناس أه... وأنا مش... أنا عم تنتقد انا عم نقي لك عم ينتقدوا انه اللي عملوه لحد هلا مهضوم انه يعني نعم. يعني انا انا لا صراحه ما كنت بتوقع منه اكثر يبهروني انه اللي عم بيعملوه حلو وعجبني بهرني نعم. قتلني متت ما لا مش هالقد بس انه حلو حلو نقو نعم. نعم نهار الخميس بيعني لك شيء هالشيء؟ لا ليه بده يعني لي؟ يعني عيني لي انه بوج مرسال يعني؟ صح هيدا ما الظلم لهم على فكره بس جمعة الماضي جمعة الماضي لك حظ مش بوجهك اول شيء مش غير مش غير لانه غير صعب غير عليهم ثاني شيء لانه صعب المنافسه برنامج اوريدي عايش صار مدري قد ايه واكيب هلا قد قوي ثاني شيء عم تحكي شام. عن برنامج نص ساعه مش برنامج ساعتين سو ما حيقدر كمان ينافس هذا الشيء خليني يعني بركي قرروا يجربوا حالهم بغير نهار بس ما المنافسة. منا على صعب المنافسه ما هيني عن نص ساعه على ساعتين هاي شغله ثاني شيء بس كمان بوجه مارسيل صعب كثير لحل عم تحكي لانه عم تحكي مثلا جمعه الاسبوع الماضي ساقه بحظهم انه نهار اللي اطلقوا الموقوفين بالملف بالملف المرفأ طلع برنامجهم الخميس كان مرسال كل, تنسى... كل عالم مرسال ما تنسى جورج غانم كمان كل عالم بدها تحضر مرسال بدها تشوف شو عم بيحكي عن قصه الموقوفين بالمرفأ قصه البيطار وعويدات فهيدا الشيء بيظلمون نعم طيب ننقل لرقم جديد كلها اسئله من عيار ثقيل 2017 خلق كان 17 17 الله يخليلك اياه 17 اكشف لي سرا يتعلق بانتقالك من ال بي سي الى ام تي في كشفت لي اول فكره جديده انه سياسي في شيء غير سياسي؟ لا المصاري مصاري أه. ما هي منيح لا عملوا هني باول حلقه انه في عندهم برنامج جديد انتقادي دكتور شيء أه. عملوا انه انا بحب المصاري انه بي... شو, بتشو... آه. بدي احب الشكات يعني ثلاث سنين قرعوا لي راسي بالشكات انه كمان حاطينه بوج مرسيل إيه ما بحب الشكات انا ما في حدا بلبنان بحب الشكات انا أه بحب المصاري ما بحب الشكات الشكات ما بيعيشوا لي اولادي كفي هذا هو السر كان لا الشكات. انت عم تقول اكشف سي سرا اخر قلت لك المصاري ما سر كل العالم بتعرف انه المصاري مشكل يعني م. انت بتحب المصاري لا ما بحب الشكات ما حدا بحب الشكات ما بقى شيء وراء هول <applause> <applause> طيب يلا علاقتك كيف بيار الظاهر؟ هلا ما في علاقه اكيد زعلانين طيب يلا واحد واحد بلش هلا نمشي هيك واحد بعدنا عم نحكي من بين هذه الاسماء من تفضل الرئاسه؟ جبنا لك سيوز جوزيف عون ميشيل معوض بيير الظاهر سليمان فرنجية لا إلي اسم بالأول بترتيبهم لا أنا بدي اسم واحد بزمن طبيعي بلبنان أه؟ هلا بالزمن الحالي مين هلا لازم يجي بالزمن بلقوة. الحالي إذا قلت لك ميشيل معوض هو اليوم بالزمن الحالي كشخص شخص بي بيخط اليوم كيف بيحكي سياسي كيف بيتعاطى كيف عمل تجربه ناجحه بمؤسسه سوريا معوض اليوم آه. كشخص مطلق آه. ما له علاقه بلبنان آه. كبروفيل مش المعوض آه. بس اليوم بالظروف اللي عم نحكي يعني عنها بيعتبر مرشح تحدي بس انا بالنسبه لي مش المعوض تختار مش المعوض بالظروف الحاليه قد يكون عون آه. انسب طيب اللي آه انحكى انه النائب السابق وليد جنبلاط وايضا جبران باسيل عم بيسوقوا بيير الظاهر بالاضافه لزوزو خلص سقط خلص سقط خلص بزياده مش لا يخرج من آه ليخرج من الليست المفضلة عندي بدي تقول لي هو الشخصين خلص سقط اها طيب مع انه هلا سقط مزع... عندي مش سقط يمكن يطلع سقط عندي مزعوج هلا جنبلاط من هجوم جبران باسيل على جوزيف حسب ما شفته امبارح اه مين مش مزعوج انه في عقل تدميري اكثر من عقل اخطر من عقل مدرسه ميشيل عون انه بلبنان مدمرين القطاع المصرفي، القطاع السياحي، القطاع التربوي مدمر، القضاء مدمر، عندنا بعد الجيش آه. عم سند يلا مندمره اتهموا بالفساد ايه عم نقول لك بدي عندنا بعد الجيش مندمره مندمره ما بنجدد من له بنوقع بالفراغ بنشوف شو بنعمل بندمره من وريست هن بالنسبه لهم وريست ذا كونتري وبنرجع بنعمره نحن من اول وجديد بنجيب خمس مصارف النا بنجيب قائد جيش معنا بنجيب هيك على اساس الامور بس ما, ما هو كان ما هو بس هو <applause> كمان هو كان هو كان <applause> هو جاب جوزيف عون هن رشحوا اسمه وجون علي هن رشحوا اسمه سهيل عبود هن رشحوا اسمه حتى حكي مصرف لبنان كلهم هن رشحوا اسمه بس ما فيك طيب بيقلبوا على امهم بيقلبوا اها طيب خلينا نقرأ رقم جديد اليوم ما عم خليك تسالني انا عم ايه جاوبك بجرأة دغري بشكرك اثنين اثنين <تنين> على عشرين سؤال بجاوب؟ اه حسب ما او ما هلا هون فني يمكن معه حق اكثر؟ ايه يمكن شا... صوته احلى فيها خلينا لا مين كان معه حق بالقضيه ماني الم... ايه انا بس انا لا لا خبير ساسام ولا خبير حقوق موسيقيه تابعت ايه تابعت إيه بس وحيت الله ما بعرف تابعت الموضوع بس ما في اقول لك من وجهه نظر قانونيه ومن وجهه نظر موسيقيه مين معه لا انت مين حسيت اكثر؟ يعني مين يعني... حسيت ما حسيت اذا تضطرني فل على سؤال فني ما معنى بس إيه. عن جد ما عندي جواب لا, لا انا لا. انا صاحبي وصديقي وحبيبي زياد برجي طيب مين حسيته انظلم أنا... اكثر بالهجوم على الثاني يعني واحد هاجم الثاني لسه هاجمت زياد وزياد هاجم هلا الهجوم اللي أليسة. صار على زياد برجي كمان مش معقول شو كبير آه. كمان يعني... على تليفوناته وعلى آه. على بنته وعلى وعلى يعني انه عدم ذكر عدم ذكر احمد ماضي في قله احترام لاحمد ماضي كان معه وزير لهونيك عن جد مين موسيقيا وسسام وقانونيا والله ما بعرف مين طيب. صوته احلى بالغنيه فزياد. زياد ايه وكان معه حق زياد اكثر من أليسا والله ما بعرف يعني بال... عم تحكي ممكن. موسيقيا وقانونيا عن جد لا، ما بعرف لا انا عم بحكي من خلال من خلال, من خلال... من 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 الهجوم الهجوم زياد... ايه, طيب. يعني يعني اليسا ما شفتها تهاجمت كيف علاقتك باليسا؟ م... ما ما في علاقه عادي ليش ولا مره استضفتها؟ ما بعرف اذا هي بعتقد ما بعرف هي بتحبني صراحه انا ما عندي مشكل مع وحيات الله ولا عندي اي م... انا ما عندي مشكل مع حدا تبي طيب أنا, س... انا انا هي بتحكي عن الموضع السياسي القديم انه انا شفت سمير جعجع ما بتكون عندي مشكلة مع اليسا <applause> شفت سمير جعجع يعني ما عندي مشكل جايين الله جايين طول <تصفيق> <تصفيق> بس آ... يعني لانك صادفت صف اول كثير يعني نوال ايه. الزغبي كثير هي ما كثير بتحب تطلع هي حابه تطلع مع مرسال لانه مرسال سياسي اه يعني هي بتحب ما انت فيك تسال سياسي ما, ما. أنت بتحكي ما سياسي بتسالها ما بعرف عندها مشكله مع هشام لا ما بعتقد حرام كمان ما بدي اظلمها ما عندها مشكله حكي مع شو ما بعتقد اه؟ تواصل معه شايفه انه هيك شيء سطحي بس انه حكية حكيها حكيها لا طيب خلينا عندك يعني بتحب تستضيفها بهذا اكيد مع سليمان طب بتجنن ليش ما بدي استضيفها فنانه طيب. كبيره وكلاس اي وعندها اغاني عندها اكثر من 50 هيت شو ما اول ما اكون مع بالي استضيفها يلا لكن ان شاء الله بنشوفها بعد الموسم عن يدك ثلاثة الشهر ثلاثة الشهر قال ثلاثة ثلاثة إذا كنت مدعوا إلى عشاء وطلب إليك الجلوس إما إلى جانب مارسيل غانم أو إلى جانب ألبير كوستانيان اين تجلس؟ الى جانب البير كوستاني ما عندي علاقه مع مرسيدس مش أصحاب انا وياه بعدك هلأ بس ما... انه زميل لهلا ما تصالحت انت ما في دب... يعني زميل زميل بس البير صاحبي صاحبي على المستوى الشخصي البير صاحبي كان معي بالجامعه م. يعني عم تحكي عن واحد بعرفه من 25 30 سنه م. لا من 20 سنه ايه فانه البير صاحبي صاحبي عندي كثير شيء احكي انا وياه انا مرسال انه ما في ما في سخونه بالعلاقه لانه الناس توقعت تتصالحوا بعد انت كيف. سالتني خلص اه. سالتني سؤال جاوبت عليه في سؤال ثاني هيدا هو <applause> <يو> البير كوستانيا <applause> بس هو مرسال بيقول انه هو اللي قال له للاستاذ ميشيل المور انه آه يشكر بشكره اكيد وعنده عين تلفزيونيه وعين تجاريه كبيره ومهمه بيعرف مين لازم يكون بالمحطه انت اقتنعت انه هو اللي قاله. طبعا ليش ما بديت اقتنع؟ اكيد اذا عنده شيل كل شيء على جنب كل شيء شخصي على جنب اذا عنده ش اذا عنده اذا عنده ادراك رؤيه بيعرف انه انا لازم اكون بالمحطه يعني بين انه له فضل عليك ولا لا له هلا له فضل مش وآخر اخر شيء الابروتش ال عملها ميشيل بعدين عرفت انا من مرسال هو قال بحلقه تبع طيب عظيم برافو نعم طيب يلا خلينا نقول رقم جديد اربعه اربعه من النواب التغييريين اللي صاروا 12 من افضل وافشل نائب؟ خلينا نختار افضل نائب اول شيء طبعا عم نحكي بالاداء ما عم نحكي هلا بالشخصي عم نحكي بالاداء افشل نائب شو أه. يعني افشل نائب؟ يعني بالاداء بالاداء بس انه اداء كلهم على السلم افضل نائب بالنسبه لالي في كذا حدا في بزاف يعني في وضاح وض... من المناح بدي واحد انا بس اسم واحد اختار وضاح أطفئ كده حاعد لك اياهم كل الملاح ساعتها بتعرف مين هيدا. <applause> انا برايي بس بحبها كثير بعناد عناد حليمة ما مبالغ فيه. لكن اخترنا من افشل من باب العناد حليمة قعقور. خلينا ايه؟ ننتقل. انت قلتها. يلا كفي. خمسه. <تصفيق> خمسه. <تصفيق> اتصل اما بجاد بكرة او بامل طارق او بإليج جلادي او باريج الحج واطرح على المتصل به سؤالا. بدك تنقي حدا منهم للأربعة هلا ونحكيهم هيك تطرح عليهم سؤال انت وكمان يمكن هذا السؤال يكون ناس حابة تعرفوا عنهم وانت اكيد تعرف كل شيء عنهم فهيك سألنا شي سؤال يطلع منه مضمون حلو مين اخترت؟ ما بعرف أه... بدك شوف مين فاضي هلا جاد بعده عونة؟ أه ايه بسأله ايه يلا بس هو عايز يسب يسب العادي <applause> <دي>. ما بيسب <applause> حط <حت> زمور ماكسيموم الو <applause> انا مع ربيع شنطف ببتفل طالما مني دق لك واسالك سؤال اوكي <applause> 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 بعدك عوني قد الاول بس بصراحه يعني كثير يعني بعدك هالقد متمسك بعونيتك ولا انه خلص يو اوكي انه يعني حاسس انه آه آه هي اشياء خلص على على طريق الزوال او شيء ما بعرف آه، طريق الزوال صعب شوي لا بس آه، آه، يعني كيف كيف بدي اقول لك ديسابوينتد ايه بس مأمل انه آه، منن حراميه ومنن كذابين ومنن انه كان في نيه بس آه، ما قدروا يعملوا يعني ب... شيء فايه ديسابوينتد بعدك متحمس قد الاول؟ او عندك, عندك امل؟ لا انا اصلا بحياتي ما كنت متحمس عندك امل؟ بحياتي ما كنت متحمس عندك امل؟ <applause> آه، عندي امل ايه على طول يلا على محكومين اوكي باي اي امل منه بس ديسابوينتد جبت لك انه خيب امله هذا <applause> آي سكوب ايه طبعا سكوب ايه اول مره تكرم عينك شو بدك بعد؟ الله يخليلي إياه اياك <applause> يلا ما خلينا سكوب ما لك اياه اصلا طيب عظيم ستة ستة ما عم بتحاول تقنعه يبطل ولا ما بيعني لك تقنعه؟ شو عم بعمل؟ عم بتحاول تقنعه يبطل عمي ولا ما بيعني لك؟ ما بحاول انا حدا اه <applause> <applause> شو هالحكي؟ طيب هل يمكن أن نرى العنوان التالي هشام حداد لأهالي شهداء تفجير المرفأ نقطتين عليكم بالقضاء الدولي فبالمحلي لا حقيقة ولا عدالة ملي شو بالقضاء الدولي في حق حقيقة وعدالة يعني ما عمل شو قضاء الدولي يعني هل يمكن أن نرى هيك عنوان ولا لا ما ممكن أكيد بنصحهم بالقضاء الدولي بس أنه بالقضاء الدولي يعني شو عمل بقضية استشهاد رفيق الحريري القضاء الدولي طلع النتيجة أو جزء منه وما تحقق شيء ما تطبقت ما... اوكي عليكم بالقضاء الدولي بالمحلي لا حقيقه ولا عداله يعني ممكن إيه نشوف هيك عنوان طيب هذا اكيد بالمحلي ما في زيرو هوب شو شو رايك باللي عم يصير؟ شو... شو رأيك؟ مع مين بتميل اكثر؟ هذا هيدا... للاسف مين سلمة... للحقيقه ما بميل لحدا، مين للحقيقه بصراحه سلمة. ما ب... بعتقد انه الاثنين اخطاوا بطار وعويدات يعني اخر شيء كنت بتصوره انه نصير ننقي قاضي فلان وقاضي عيلتين ونقف نحن بالنص بدنا نصير مع نقي واحد ما يعني. شفت؟ مش يعني هيدي شو بيدل بس اكيد اليوم الحق والمشاعر وكله بخليك توقف مع القاضي بيطار مم. الحياه مش بس دائما قوانين وكتب ونصوص قانونيه مش هاي الحياه مش مزبوط تكون هاي الحياه يعني مم. يعني بتميل اكثر للقاضي طيب خلينا ننتقل شفنا حلقتك مع ويليام نون كمان سبعة كمان صاحبك ويليام <applause> سبعة اه ما بعرف اذا حتفل على هيدا ولا حتكون حت... عندك إيه جرأة جاوبنا فلان عنو... هلا اول ما يعني اول ما انتقلت للام تي في قيل انك مضيت على 500 الف على خمس مواسم رجعنا سمعنا انه 500 الف بلاس حابب اعرف البلاس انا هو <applause> بس هون عم لك راتب السنوي يعني بس راتب سنوي يعني عندي 100 الف بلاس انا هلا بس هو راتب سنوي 100 الف بلاس راتب اه؟ سنوي راتب السنوي انه اه؟ يعني 8000 دولار بالشهر اكيد اكيد لا انت بتقبض 8000$ دولار بالشهر اكيد لا اكثر انه ما 8000 على 2000 دولار حلق. لا لا كنت بقبضهم ايام الاو تي في هول اوكي انا اللي عم اقوله قد بالسنه كلها بتطلع ما في اقول لك شيء خاص هو على كل انا يعني انا ما تنسى عندي كثير شغل غير لا انا عم بحكي عن ام تي في قلت لا. لك توتال خمس خمس سنين سبته تقريبا 100 بلس سبته كفي خلينا نتسلى ليش اجا عم نلعب؟ ثمانية <applause> <سأة> ثمانية <applause> من هذه الأحزاب التي حكمت بعد 2005 أي حزب الأكثر والأقل فسادا؟ حزب الله حركة أمل تيار المستقبل الاشتراكي الوطني الحر في لك ما مين الأكثر يعني هلا بدنا نقول أول شيء مين أكثر فسادا الأقل فسادا ما بعرف يا القوات الكتائب ما عندي أرقام نقي لا حدا لانه كمان هلا الكتائب المشا... اقل خلال الكتائب تواجد اقل بالدوله، هو معيار تواجد الدوله بكفي للفساد، طيب. معيار تواجد الدوله يعني بعتقد. اقل شيء الكتائب اقل فساد شوف انه ما بتعمل أكس... يعني فساد على على نوع... على وزيرين على عشر على أه. 15 سنه اكثر فسادا ما الله، حركة مستقبل، الحزب امل تيار المستقبل اشتراك الوطن الحر قوات الحزب ما كان بفتره من فترات لا انا عم بقول لك بعد 2005 أي بس الحزب حددت يعني حددت عم تحكي ليك خلينا نحكي صراحه طاقه الماليه الاشغال والاتصالات بقى انا بدي اكثر شيء هو يعني هول قال اكثر فس هولي هول أيه هول الملفات اللي اللي فيها هذا هول مين حدا اكثر هول هول امل والمستقبل الوطني الحر مين ارقام أيه ما بعرف يعني ما انت عائلتهم طاقه الماليه طاقة مالية أشغال أشغال طيب. واتصالات الاتصالات عمل الت... التيار عمل اتصالات وعمل طاقة إيه؟ الك... المستقبل عمل اتصالات وعمل مالية وعمل أشغ... أشغال ما بعرف إذا عمل يمكن مرة عملت أشغال أكثر أمل عملت عملت أشغال وعملت مالية عمل عملت مالية وأشغال طيب بس من خلال يعني مثلا أرقام المبالغ المالية يعني في أرقام بتنطرح المستقبل مستقبل أكثر بفسر بعتقد أو أمل واحد منهم او الوطن الحر واحد ما بعرف نقي واحد اكثر من الوطن الحر الكهرباء عم ذكرك بالكهرباء بلا يمكن طيار الوطن الحر بالكهرباء تفوق على الجميع ما بعرف طب نقي قولها انت ما يعني انا ما بدي يلا امل ما بيزعلوا منا امل ننتقل لرقم جديد 12 <applause> 12 دجاج اه 12 نقيت 11 آه، سوري 9 12 تنقيشي 100 مره 9 <applause> <applause> على هاتفك من اخر نائب عوني بين الزوجين تواصلت معه وماذا كان مضمون الحديث؟ مين حابب يتورط هلا؟ اخر نائب علي يمكن؟ يا علا يا سيمون زياد اسود طلع جريء وقال لي وما فرقت معه مين كان؟ انه بيحكي معهم كلهم الا وابراهيم و... انا يمكن الا اخر واحد كان شو المضمون؟ ما بعرف شو المضمون؟ من سنتين واتساب شو ما بعرف شو من سنتين؟ ايه شو فكرك؟ اف اه هل قد ممنوع يحكوا مش من سنتين يمكن من سنة من سنة من سنة شيء على الواتساب ممنوع يحكوا مع هشام حداد؟ يا عتبني يا عتبته على شيء ما بعرف بس بتذكر يمكن على اخر واحد شو بعدهم عم يعملوا؟ ماني عارف اذا يا الا يا الا يا يا الياس سيمون؟ كل الياس بصعب كمان عتبني على حكيته عن جوليا ما بعرف كله عتاب بعتاب لا سيمون صار زمان ما حكيت معه ومره غسان عطلة حكاني هون هلا ما بتحكي مع حدا فيهم؟ صار لي زمان مم. بس بحياتك هيدا ما خصه بالجره بس هيدا عن جد صار لي زمان أي. ما يعني قلت لي انا طيب مين لازم يفل بقى؟ <تصفيق> كله <applause> كل شيء مش بسيلة لازم يفل يعني هن الياس وصعب الاعون ابراهيم كنعان الياس وصعب بسيلة على سيمو من تحت لتحت يعني على سيمو بس باقي كله بلا فاول لفتك الياس مصاب لما هاجم قائد الجيش هلا الياس هاجم قائد الجيش نعم. كمان شو قال؟ هاجموا بعد هجوم جبران باسيل لقائد الجيش هاجموا الياس؟ نعم ما بعرف بعت لي اياه بيلفتني الياس دائما سبحان اللي خلقه يعني بتحسه بسيلة ولكن ما بيبين هو ضرورة لجبران الياس بس ما بيبين ايده اليمين يعني هو بيحكي له مع بري بيحكي معه هو آه. بي هو هو التول تبعه للتواصل يعني ما كان مقهور جبران لما اجى نائب رئيس لا لا حكي يعني. بلا طعمة وقال للاستهلاك بس بصير يقول له دولة الرئيس حكي للاستهلاك هذا شو في اشياء بتجمعهم اكثر بكثير من اشياء بتفرقهم اكثر واحد مظلوم مظلوم بركي الان سيمو الان شو اللي مخليه بعده؟ هل الرابط الدم يعني هو ابن اخته لا ما بعرف شو اللي مخليه بس رابط الدم ولا كمان السياسي ما بعرف مم. شو مخ... بس انا بسألت لك شو مخلي دخلك انا سالته لسمو أبي رامي. انه أنت حتفل قال لي ما حفل قال هو بسكر المفتاح و... هذا الاستهلاك هذا ده, ده. ده حكي للبيع هذا للبيع لشو؟ لك هذا حكي معلوم مين اكثر شيء قريب منه؟ ندى البستاني آه ندى سيزار. سيزار ادي معلوف ادي معلوف كان حيطيرهم للباقيين ورا ادي معلوف مضبوطه عادي؟ آه كان اكيد كانت توجيهاته انه ينتخبوا ادي مش ابراهيم ولا كمان زياد اسود حسب ما قالنا البرنامج انه كان عميد عم يدعم امل وزياد هو ليش يعني ليش بنقي برايك جبران بس معيار قد ايه انت بتقول له بامرك سيدي هيك فيه. المعيار اللي عنده الوحيد ما عنده معيار ثاني معيار دماغك وذكائك وقديش انت مع التيار او مناضل كله ما معنا معيار المادي موجود اوف طبيعي لا يعني شو رايك جزي. انت؟ ليه ما بتساوي اللي معهم مصاري اكثر من ما هيك صدفه محض مصادفه م. مسائب الياس وامل بوزاد ومسائب كلهم مسائبين هاو <applause> <applause> طيب ننتقل لرقم جديد أه، عشرة عشرة شو هاي طول كثير الحلقة <applause> بس مهم مبسوط ولا بلا ماذا قال لك الجعجع في لقائك الوحيد معه في معرض؟ عرفنا انك شفته ايه بس شو قال لك عن شو؟ كل شيء؟ ت... ايه يعني هيك اشياء ما بنعرفها. اصلا انت يمكن ولا مره قايل شو قايل لك. أه ولا قلت قلت مرة انك شفته بس ما بتذكر شو قال لي معقول؟ أه ما بتذكر شو قال لي ما بتذكر شو قال صراحة قال لي يمكن انه انه التاريخ انصفه اخر شيء انت شفته بعد انه اداء آه. ميشيل عون كري بالرئاسة وتاريخ اللي صار اخر شيء انصفه اعطيه شوية آه آه شو بيقولوا انصاف للتاريخ بانه اللي انه اللي خديعة العصر ميشيل عون اللي ضحك فيها على العالم واقنعهم انه هو بحربه مع جعجع كان هو المحق انه بين همايونيه ميشيل عون وديماغوجيته بينت <applause> اه <أو> يعني بعد الانتخابات ايه يعني انه حكي عن انصاف التاريخ <applause> انت شفته بعد الانتخابات؟ قبل الانتخابات قبل الانتخابات، <applause> انتقل رقم <لأم> جديد <.yunaves> <applause> 11 14 15 16 20 <تصفيق> 11 11 معقول جاوب على 20 سؤال بكون سابق صعب من بات اقرب الى تفكيرك؟ محور الممانعة ام محور الخليج؟ مش شو النهاية شو عن جد بلبنان انه يا ما يا بتكون محور ممانعة ما انا ماني لا محور اجمالا انه ليك انه ماني لا محور ممانعة و... وانا انا اقرب الى تفكير اول شيء انا يعني, يعني. الخليج دبي خاصة الامارات هي دولة اعمل فيها في قناة الان وهي دولة انا بتردد عليها من سنة 99 وعندي شغل هنيك وعندي الاقامه الذهبيه وعندي 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 بس, بس ليش بدي إيش بس, بس هو لا السؤال خلينا نرجع نوضح انه انا مثلا لتقول لي اليوم أي. اذا بدك تعيش أي. مثلا اللي شايفه أي. انت أنا شايف دول الخليج شو عم تعمل وشايف المحور الثاني شو عم يعمل لتفكيرك انت ك اكيد هلا اليوم على يصير في عنا مثل ما عم بيصير بالخليج يعني الخليج اقرب لتفكيرك من محور الممانعة لا طريقة يصير؟ لطريقه تفكيري ما له علاقه علاقتك بالحزب كيف اليوم؟ انه شو بيقولوا؟ سلميه بتشوف يعني قيادات او مثلا مسؤولين؟ لا يعني ما ابدا؟ شو؟ انه انا ماني حدا بالسياسه لشوفهم بشكل دوري شكل مسؤولين بشكل دوري بس قبل يمكن كان يقال انك تشوف آه كان ايه كنت تشوف كان بوقت ايام الثوره وايام الشغل السياسي وهذا كنت تضطر تشوف كل الناس تحاول بس هلأ تقنعهم بس... بالثوره يعني؟ لا تحاول تشوف كيف طريق كيف بيفكروا كيف عم بفكروا كيف عم بيفكروا بالثوره كيف عم ينظروا لها شو خوفهم منها شو هالامور وسوريا شو الوضع؟ منيح ما عندي شي مشاكل ما عندي اي مشاكل بسوريا يمكن مؤخرا رحت لمن وقت دفن نجد لا دلوقتي. ما رحت دفن وديعه على بس ما عندي اي مشكله بروح على سوريا نعم ما عندي اي مشكله طيب ننتقل يعني جامع المسجد من كل اطرافه انا ماني حدا بصلب الصراع السياسي لكون مم. عندي مشاكل اي مسجد من اطرافه ليش الامارات وسوريا ما بيحكوا؟ هلا أمدلأ. السعوديه وسوريا ما في علاقات بيناتهم عم بترجع يمكن الى هاد. حد ما انه انا بدي اكون شو انا انه انا ماني بصلب الصراع السياسي لاخذ هالقد اطراف يعني لطيف متنازعه نعم هيك حل لكم الاعلامي هيك احسن شيء 14 خاصه باعلامي انا انتقادي ساخر مم. يعني منه اعلامي سياسي هذه بعد يعني. الأربعين صرت هيك؟ لا كل عمري هيك 14 <applause> 14 اذار وين كنت ب 14 اذار؟ ب 14 اذار وين بدي هون؟ كان قاعده محلك ست بشرى الخليل سالتها وين كنت ب 14 اذار؟ قالت لي شو صار ب 14 اذار؟ تصطفل صار اكبر حدث بتاريخ لبنان م. واهم مظاهره واهم نزله طريق بتاريخ لبنان ايه شو صار؟ و... كنا على الطريق اكيد او شيء كنت عاوني بوقتها وين بدك هون يعني؟ م. اكيد ما كنت بساحه 8 اذار يعني بعدك انت هونيك وهن غيروا؟ اكيد وين انا؟ بعدني بعدني مطرح انا متغيرتي. ما تغيرت شيء ما غيرت شيء <applause> انا ولا غيرت قيد انموله مثل ما بقولوا بالترتيب جيسيكا انا فخور نبيل عواد ونوال بري آه <applause> نبيل على... عواد نوال وحده اثنين صديقتي وحبيبتي <applause> اثنين آه ديانا <applause> ديانا جيسيكا جيسيكا نوال يلا زعلت نوال ووقف شعره ليه؟ منك صحفي مع نوال؟ اربعتهم معي بالمحطه واربعتهم حبيبات القلب بدي... ها... وانت قلت لي صفوا بالترتيب صفيتهم. ليه <applause> ليه بده يزعلوا مني يعني شو بدي اعمل؟ اربعتهم بالام تي في واربعتهم اصدقائنا وزملائنا واربعتهم ش... آه... نبيله وديانا وديانا اشتغلنا معها بإس اس بي اي وصديقتنا ونبيله صديقت ال... صديقتنا الشخصيه. جيسيكا ادائها بجني بفورتي ونوال ما ما بنعرف سل... اصلا نوال صار سنتين مش على التلفزيون. هلا رجعت. ايه طب شو ما لحقت ما لحقت ترجع بين اول ثلاثه. ما حبينا نعلقك مع حدا. يلا يلا غيره. <applause> 15 15 جاوبت لك على كل الاسئله تكرم عينك هي مش صايره. اذا اندلعت ثوره جديده هل تشارك فيها ام تقول لا يلدغ المؤمن من الجحر لا ما بقول لا يلدغ من المؤمن من الحجر من الجحر مرتين اذا اذا محقه بشارك فيها اذا لقيت فيها سبب اني شارك فيها اليوم اكيد اذا اندلعت ثوره بالظل الوضع اللي فيه اكيد بشارك فيها بس ما الناس ما زهقت؟ اخر هم انا آه مال ما زهقت ما ما سوى لمين؟ لالي ولا للناس؟ لا. ايه انا ما زهقت <applause> وانا ما بقول له إيه إيه شارك عشر مرات يلا شو حلوه مثل ما بقول زياد رحباني بدك تحط شرط انه بدك تنجح من اول مره أو يعني تتذكر ده, ده قال له بتنزع قال له اذا في منا نوى قال له اه بدك تشارط قبل يعني <تصفيق> 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 يعني حتجيبه شي مره لزياد مره تانية اي اكيد بس خليه يكون هيك حاضر واكثر ومرتاح بجيبه مم. طيب آه خلينا نقول بعد عندنا رقمين 16 ما ناوي تفل من السياسي الذي ينفع ان يكون ممثلا او مقدما كوميديا هلا بعيدا عن العاطفة عاطفتك بتحبه ما بتحبه مش مش هون السؤال السؤال هلا مين عنده حس جوزيف ابو فاضل اه سياسه ايه يعني هو ما يعتبر يعني نائب وزير كذا لا هو اعلان استعرض هالنواب هالوزراء آه سيرج تور ساركيسيان اف كيفنا يعني كان مهضوم بتذكره كان آه. مهضوم لذيذ هيك خرجوا هيك وشكله مش كبير ما كثير ما بيعطي كثير كبير بالعمر بيعطي على شب آه. مهضوم بكره مستضيفه <applause> منغير اخر رقم 20 هلا هون هيدا السؤال شخصي ايه بس خليني اقول لك شغله ليش كتبت هالسؤال؟ لانه ولا مره سامع حدا سالك شيء بهذا الاطار وبنحسك دائما انه انت منك طائفي وبتحب طبعا الدين ما خصه بالطائفيه بس عم بحكي انه ضل تبعد عن هذا الموضوع يا بتجاوب يا بنخلص تخلص الحلقه <تصحة> لو شخصي ما في نحن بس كيف حطيتوا بالاخر؟ لا هي انت نقيته بالاخر يمكن كان يكون اول سؤال لا لا اؤدي واجبات الدينيه وانا مقصر بس تؤمن ولا ملحد؟ مؤمن عندي اسئله بس مؤمن عندك اسئله مثل ما شو هلا انت ابونا يعني اذا <applause> انت ابونا لا اعرف <applause> <applause> عندي عندي اسئله مين ما عنده اسئله ما عندي اجوبه في اشياء ما عندي اجوبه عليها ولكن يعني أنا ما بتصلي ولا بتصوم المسيح عظيم بالنسبه لي, لي انا بشارته ورسالته عظيم فانا مؤمن بمبادئ المسيح يعني المحبه والعدم وانا بعتقد لا طائفيه اللي انت حكيت عنها هي مسيحيه بيور يعني هاي المسيحيه مضبوطه مش يعني منطلق انه ما... عشت مثلا بمحيط سني ايه ايه وتش از احسن بس ما عشت كمسلم عشت كمسيحي بمحيط مسلم وكنت بحب كل الناس ولا مره عرفت مين سني ومين شيعي، يعني انا يعني انا حبيت كل الناس سواسيه تماما مثل المسيح وبعدين هلا اهلك اللي طبعا فيه. احلى شغله عملناها بحياتنا انه انا يا ريت كل ال... يا كل, ال... كل يعيشوا تجربتي الاجتماعيه وبيقدروا يوزعوا يب... وبقدر نقدر نبشر فيها يا ريت انا كتير بدي اشكرك هشام حبيبي آه، انك كنت ضيفنا بتفل وان شاء الله يكون هيك ما فلت <applause> شكرا كثير لك ربيع حبيبي شكرا كثير لكم مشاهدينا دائما تابعوا هنا لبنان الى اللقاء